هنعمل مع بعض النهاردة فيديو مهم جدا جدا، وهو هيكون فيه معلومات كتيرة جدا. أول معلومة، زي ما عملنا فيديو عن صبغ الشعر الأورنج للناس اللي طبعا بتكون زعلانة إن لون شعرها أورنج ومش بيبقوا عارفين إيه نوع الصبغة اللي يختاروها عشان يطفوا اللون الأورنج، النهاردة بقى في ناس تانية بيكون لون شعرهم أصفر بنانة زي ما انتوا شايفين كده، بصوا أصفر بنانة اهو. فطبعا الناس دي برضو لون شعرها بيكون زعجها جدا جدا، ومش بيكونوا عارفين ايه الالوان المفروض اللي هم يختاروها عشان يطفوا اللون الاشقر البنانة زي ده كده او الاصفر البنانة. فبالتالي احنا النهاردة هنحل المشكلة دي كده هتكون معانا اول حاجة، وطبعا هنصبغه بلون جميل كالعادة، هتكون اول نقطة. تاني نقطة هنتكلم طبعا بناء على طلبكم عن الفرق بين البودرة البيضة والبودرة الزرقاء، واستخدامات دي لإيه ولأي شعر، واستخدامات دي لأي شعر. فهنتكلم بكل التفاصيل دي في الفيديو، وكمان آخر الفيديو هقول لكم عن الفرق بين الأومبري، البلياج، الهايلايت، اللو لايت. يلا بينا نبتدي في الفيديو، ليتس جو. طيب زي ما انتوا شايفين لون الشعر ده عامل ازاي، لونه اشقر او اصفر بنانة مزعج، هو ده اللي انا كنت بتكلم فيه اللي هو لون قشرة الموزة. بصوا عامل ازاي، عامل نفس بالظبط لون قشرة الموزة، ده بيكون لون مزعج جدا 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 لناس كتير قوي. فاحنا هنصبغه بايه، وايه الالوان اللي المفروض نصبغه بيها عشان نطفي اللون ده، ونتعامل ازاي مع الشعر ده. طيب مش هتكلم كتير، يلا بينا بالتطبيق العملي. اول حاجة حضرت خلاص طبق فرشتي. اول حاجة هيكون اللون الاساسي بتاعنا هيكون رقم 10.0 اشقر بلاتيني، وبعض انواع الشركات بتكتبه اشقر تلجي. تمام اهو 10.0 ده اللون الاساسي بتاعنا. هناخد منه ايه بقى، هناخد منه عبوة كاملة طبعا على شعر كامل، يعني المقادير دي. تمام كده، عبوة كاملة رقم 10.0 أشقر بلاتيني أو أشقر تلجي. طيب ده كده هيكون معانا أول لون. تاني لون هيكون معانا إيه، هيكون خلينا نبتدي بده، هو دمج ألوان بس اللون هيطلع حلو، أنا يعني إن شاء الله واثق في ده. هيكون رقم 7-17، ده أشقر رملي رمادي. طبعا في شركات تانية بيكون 7.17 مش 7 شرطة 17 في الشركات التانية، لكن دي صبغة باليت بيكون فيها 7-17، وبيكون الاسم في صبغة باليت في اللون ده سوفت بروج أو بروج ناعم. بس أما باقي الشركات التانية بيكون 7 بوينت اللي هي نقطة 17، وبيكون كمان مكتوب عليه أشقر رملي رمادي، وفي بعض شركات تانية بتكتب عليه أشقر غزالي رمادي. تمام كده، ده هناخد منه ربع عبوة، طبعا دي مقادير على شعر كامل. ربع عبوة منه مع عبوة أشقر بلاتيني رقم 10. طيب هناخد بقى اللون التالت، هو مش هناخد منه كتير، 6.0. تمام كده، ده أشقر غامق طبيعي. حلو، ده هناخد منه قد إيه، ده هناخد منه بالظبط نقطتين قد حبة الحمص. نقطتين قد حبة الحمص طبعا على شعر كامل. طيب آخر بقى حاجة معانا، وركزوا فيها كويس، أو لا مش آخر حاجة، دي آخر حاجتين، المصححات بقى. أول حاجة هنحط من المصحح الأزرق نقطة قد حبة الحمص طبعا على شعر كامل، مفيش مصحح أزرق، هنستخدم البديل بتاعه شامبو سيلفر، هناخد منه معلقة طعام. تمام، هناخد معلقة طعم. طيب دلوقتي آخر بقى حاجة وسبتها للآخر عشان هي فيها حاجة كده معينة عايز أشرحها لكم. دلوقتي آخر حاجة هيكون معانا المصحح
البنفسجي اهو، بيكون مكتوب عليه بنفسجي بس، وحتى المصحح ده عندي مش مكتوب عليه اي ارقام، هو مكتوب عليه بس فايلت بالانجلش وبنفسجي بالعربي. تمام، ده لو شعرنا لونه اصفر بنانة زي كده، تمام، هنحط منه على شعر كامل نقطة قد حبة الحمص. تمام، اما لو شعرنا مدينا، يعني على فكرة دي درجة سحب رقم 9، تمام، بس عشان الشعر ده من طبيعته اللي هو بيتحول للون اللي هو البنانة او قشرة الموزة، مش مخلينا عارفين هو ده درجة سحب كام بالظبط، لكن هو ده درجة سحب 9، تمام كده، ولكن اللون اللي هو البنانة ده مش مخلينا عارفين الدرجة مظبوط. لكن بقى الناس التانية اللي لون شعرها اللي هو درجة 9، اللي هو بيكون مدي على كريمي كده او بيش شوية ده، تمام، بنحط لهم بقى ايه في المصحح؟ نقطة قد حبة العدس. ركزوا معايا، تمام كده. يبقى زي ما قلنا لو ناس شعرها بنانة زي ده كده، تمام، لو بنانة زي ده كده أصفر بنانة، هنحط على شعر كامل مع باقي المكونات دي أو باقي الأصباغ دي، هنحط نقطة قد حبة الحمص. أما لو شعرنا درجة سحبه 9 ومفهوش الضي البنانة ده والضي بتاعه الطبيعي اللي هو مدي على كريمي أو بيج، بنحط نقطة قد حبة العدس. بس كده هنقلب بقى الصبغات كويس جدا. طبعا هي فيها مصححات زي ما انتوا عارفين، فبالتالي لازم تتقلب كويس جدا جدا جدا. خدوا بالكم من اللي شعره بنانة واللي شعره مش بنانة، يعني لو شعرنا مش بنانة زي ما قلت لكم نقطة قد حبة العدس، أما لو شعرنا فيه اللون البنانة هنحط نقطة قد حبة الحمص طبعا من المصحح البنفسجي. طبعا زي ما انتوا عارفين الحركة دي مهمة جدا 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 لما بنكون دمجين ألوان، عشان الألوان بتمسك في سنون الفرشة فبالتالي بتلطش في الشعر، وخصوصا لو الشعر فاتح زي كده. طيب خلاص كده أنا دمجت الألوان كويس جدا جدا، دلوقتي هنستخدم أكسجين 20. هنقلب كويس جدا تاني، وبعد كده بقى هنصبغ الشعر. خلاص اهو الخليط بقى كريمي معايا، هبتدي اصبغ خصلة الشعر الاصفر بنانة زي ما انتوا شايفين. طيب خلاص انا اهو كده صبغت خصلة الشعر، هسيبها بقى للوقت اللي هي هتمر بيه لحد ما يديني الدرجة اللي انا عايزها، وبعد كده هقول لكم بالظبط المدة كانت قد ايه. طيب انا دلوقتي مش هطلع معاكم فاصل، انا دلوقتي هتكلم معاكم عن الفرق بين البودرة اللي هي البلوندر البيضة والزرقاء، تمام كده، ركزوا بقى معايا، ورقة وقلم،
وركزوا كويس. طيب أول حاجة البودرة الزرقاء استخداماتها إيه؟ وإيه الفرق بينها وبين البودرة البيضاء؟ البودرة الزرقاء أولاً بتكون تقيلة شوية على الشعر، تمام كده؟ أما البودرة البيضاء بتكون ناعمة صفت على الشعر. طيب إمتى؟ يعني بمعنى حبيبات اللونية اللي بتكون في البودرة الزرقاء أقوى من الحبيبات اللونية اللي بتكون في البودرة البيضاء، تمام كده؟ بتكون البودرة الزرقاء فيها حبيبات لونية مكثفة طبعا لأنواع شعر معينة، تمام كده؟ طيب أول حاجة استخدامات البودرة الزرقاء لإيه ولأي شعر ولأي ألوان شعر. طيب البودرة الزرقاء بنستخدمها لسحب الألوان اللي هي بتكون من رقم 1 لحد 6، يعني من أول اللون الأسود لحد الأشقر الغامق الطبيعي، تمام كده؟ ده لو هنسحب لون، تمام؟ بنستخدم يعني لو هنسحب لون شعر بيكون لونه أسود أو رقم اللي هو رقم 1 أو رقم 2 اللي هو البني الغامق جدا، أو رقم 3 اللي هو البني الغامق، رقم 4 البني المتوسط، 5 البني الفاتح، 6 الأشقر الغامق، لحد هنا بنستخدم في سحب اللون البودرة الزرقاء. ليه؟ لأن دي ألوان غامقة، تمام كده؟ فبالتالي هي بيكون فيها أندر تون كتير زي أحمر وأورنج وأورنج محمر كده. فبالتالي الألوان اللي هي من 1 لـ6 في سحب اللون إحنا محتاجين بودرة زرقاء، تمام؟ عشان تشيل لنا كل ألوان الأندر تون اللي بتكون تحت الألوان دي اللي أنا لسه قايلها لكم، اللي هي أحمر أورنج أو أورنج محمر أو أورنج غامق، تمام؟ طيب هنيجي مثلا لو صابغين شعرنا من أرقام من 1 لـ6 طبعا ما عدا اللي هو الأسود، تمام؟ الأسود ده خارج الحسابات خالص. لو صابغين شعر، لأن طبعا لو صبغنا شعرنا زي ما قلت لكم أسود ما بيلقطش بعديه إن إحنا نصبغ، أو السحب ما ينفعش نطلع منه هايلايت، تمام كده؟ أنا بتكلم مثلا خلينا نقول من أول رقم 3 اللي هو البني الغامق، تمام؟ ورقم 4 5 6 لو صابغين بالألوان دي، تمام؟ وعايزين نعمل عليهم نسحب هايلايت أو لو لايت أو وات ايفر أنتوا عايزين تعملوا إيه على الأرقام دي أو الشعر اللي مصبوغ بالأرقام دي، مثلا من 3 لـ6 بنسحب هايلايت أو أومبري أو بلياج أو أيا كان بالبودرة الزرقاء، تمام كده؟ يبقى لو شعر طبيعي من 1 أرقام شعر طبيعي من 1 لـ6 بنسحب بالبودرة الزرقاء، لو شعر مسبوغ بالأرقام من 3 لحد 6 بنعمل وعايزين نسحب هايلايت برضو بنسحب الهايلايت أو الأمبري أو البلياج برضو بالبودرة الزرقاء، تمام كده؟ طيب لو شعر بقى مسبوغ، تمام؟ إحنا صابغين شعرنا وعايزين نغسل لونه او نسحب لونه، تمام؟ هنستخدم ايه؟ هنستخدم البودرة الزرقاء، لان الشعر المصبوغ بيكون لون الشعر الطبيعي اللي احنا صبغنا عليه زائد الصبغة اللي احنا صبغناها فوق اللون الشعر الطبيعي، فبالتالي في كده الوان مركزة داخل شعرنا، فبالتالي احنا محتاجين ايه؟ محتاجين حاجة قوية، فهنستخدم البودرة الزرقاء، تمام كده؟ يبقى زي ما قلت لكم البودرة الزرقاء للشعر الطبيعي من رقم 1 لـ6 عايزين نسحب لونه بنستخدمها. الشعر لو احنا عايزين نسحب هايلايت بشعر مصبوغ من 3 لـ6، تمام، بنسحب هايلايت بالبودرة الزرقاء. لو شعرنا مصبوغ، تمام، وطبعا مصبوغ بأي لون صبغة عايزين نغسل لونه اللي هو غسيل اللون آخر صبغة احنا عاملينها بنشيله بطريقة غسيل اللون، او عايزين نسحب لون الشعر المصبوغ ده عموما ونفتح شعرنا اكتر برضو بنستخدم البودرة الزرقاء، تمام كده؟ طيب نيجي بقى للبودرة البيضاء. اول حاجة البودرة البيضاء بتكون ناعمة على الشعر، بتستخدم للشعر اللي بيكون لونه فاتح ابتداء من رقم 7 اشقر طبيعي لحد بقى 12، تمام كده؟ طبعا مفيش حد هيفتح بعد 12 يعني، بس يعني خلينا نقول من 7 لـ10، تمام؟ بنستخدم البودرة البيضة ليه بقى؟ لأن البودرة البيضة بتكون ناعمة على الشعر، وبتكون للشعر الخفيف الضعيف شوية والفاتح،
تمام؟ يعني مش محتاجين ان احنا على شعر لونه 7 او 8 او 9 او 10 عايزين نسحب هايلايت مثلا، مش محتاجين نستخدم بودرة زرقاء لانها تكون تقيلة على الشعراية، والشعراية اللي بتكون متفتحة من اول 7 لحد 9 بتكون طبعا ضعفت شوية، فبالتالي لما نيجي نسحب هايلايت ببودرة زرقاء هتكون تقيلة قوي على الشعر، فده بالتالي بيسبب ايه؟ هيشان، تقصف، جفاف للشعر، سحب اللمعة من الشعر، تمام كده؟ فبالتالي الأرقام من 7 لحد 10 سواء هنسحب لون، سواء شعر طبيعي، لو شعر طبيعي مثلا لونه 7 عايزين نسحب لونه، تمام؟ هنستخدم بودرة بيضة، تمام؟ لو شعر بقى مسبوغ من أول 7 لحد 10 وعايزين نسحب هايلايت، هنسحب بأنهي، بيضة ولا زرقاء؟ هنسحب بالبودرة البيضة، تمام كده؟ ليه؟ لأن هي ناعمة على الشعر، وبالتالي هي بتستخدم للشعر أولا الضعيف شوية، تمام كده، أو الخفيف اللي هو مش تقيل، زائد بتستخدم للشعر اللي بيكون فاتح من أول 7 لحد 10، تالت حاجة بتستخدم للشعر اللي احنا عايزين نعمل له هايلايت من أول برضو رقم 7 لحد 10، سواء هايلايت أو سحب لون، يعني لو عايزين نسحب 7 أو 8 أو 9، تمام، شعر درجته كده بنسحبه بالبودرة البيضة مش بالزرقاء، تمام كده. فمتهيألي دلوقتي انا عرفتكم كل الفرق بين البودره البيضاء والزرقاء. الزرقاء تقيله على الشعر، تمام، بتستخدم للالوان الغامقه من 1 ل 6، وبرده الالوان سواء شعر طبيعي او مسبوغ بتستخدم للشعر المسبوغ من اول 3 لحد 6 لو عايزين نسحب عليه هايلايت، البودره الزرقاء برده بتستخدم لده. تاني حاجه، لو شعر احنا عايزين نغسل لونه او مسبوغ بصبغه، تمام، ايا كانت لونها بنسحب او بنغسل اللون بالبودرة الزرقاء، تمام كده. طيب، اما البودرة البيضاء هي ناعمة على الشعر، بتستخدم للشعر من 7 لحد 10 لو عايزين مثلا نسحب لون رقم 7 او 8 او 9، الدرجات دي بنسحبها ببودرة بيضاء. لو عايزين نسحب هايلايت او امبري او بلياج او لو لايت على الالوان دي، بس الالوان دي كده خلاص مفيش لو لايت، هيبقى هايلايت او امبري او بلياج، بنسحب بالبودرة البيضاء، تمام كده. ف يعني ده كده شرح مختصر وواضح للفرق بين البودرة البيضاء والزرقاء، يا رب تكون المعلومة وصلت لكم. فتعالوا بقى نشوف الشعر. طبعا لسه قدامه شوية كمان، يعني قدامه حبة كمان، فأنا هسيبه لحد ما يديني اللون اللي أنا عايزه، وبعد كده هرجع لكم تاني هقول لكم في نهاية الفيديو عن الفرق بين البلياج، الأومبري، الهايلايت واللو لايت. فات بالظبط 30 دقيقة على الشعر، هغسله وأوري لكم النتيجة. ده كده لون الشعر زي ما انتم شايفين بعد ما اتغسل. طبعا ده مش اللوك النهائي للشعر، بس انا هنشف الشعر وهوري لكم اللوك النهائي. كده نتيجة لون الشعر النهائية زي ما انتم شايفين، شايفين الجمال؟ يعني بجد لون تحفة جدا جدا جدا، رائع، عجبني قوي قوي قوي. وطبعا في تحول كبير جدا من الأشقر البنانة المزعج للون الجميل قوي قوي ده. طبعا هو مش عارف أشقر بيج، اشقر كابتشينو، اشقر مدي على ضي ذهبي. وطبعا هتسالوني هتقولوا لي انت عامل له امبري ولا ايه، لان من فوق اغمق شويه من الاطراف زي ما انتم شايفين، لكن انا مش عامل له اي حاجه. هو زي ما قلت لكم انه اوقات لما بنيجي نسحب لون شعرنا الاطراف بتبقى متضرره شويه او بتكون اضعف من منتصف الشعر والجذور، فبالتالي بيحصل ايه، لونها بيفتح بسرعة أو بيفتحها قوي عن بقية الشعر، لأنها بتكون أخف أصلا من باقي الشعر. طبعا دي في حالات الناس اللي عندها تقصف في الأطراف فبيحصل معاها الحركة دي، بس في الآخر لما بنيجي نصبغ لون الشعر لو ما قصيناش الأطراف بيديكوا إحساس كده إن الشعر معمول له أومبري زي ما أنتوا شايفين، لكن هو مش معمول له أي حاجة، هو مصبوغ كله بلون واحد وما عملتش أي حاجة بعد كده. فيا رب يكون اللون عجبكم. تعالوا بقى اما نتكلم في الفرق بين البلياج والأومبري والهايلايت واللو لايت، تمام كده. طيب اول حاجة
البالياج. تمام، البالياج خلينا نبتدي بالأومبري. الأومبري هو عبارة عن إيه؟ هو بيكون الجزء اللي فوق من أول الجذور لحد منتصف الشعر. تمام، لحد المنتصف كده بيكون لون غامق. تمام كده، والأطراف يعني خليني أشرح لكم على الخصلة دي. الأومبري بيكون مثلا من أول هنا لحد هنا لون غامق، فليكن مثلا بني. تمام، بني، والأطراف دي بنسحب لونها. تمام، بنسحب لونها مثلا للذهبي مثلا أو الأصفر الفاتح. تمام، وبعد كده بنصبغها بلون إيه بقى؟ بنصبغها مثلا لون أهم حاجة متناسق ومناسب ويكون لايق على اللون اللي فوق. يعني فرضا لو اللي فوق بني، نعمل مثلا الأطراف اللي هي الأومبري نعملها مثلا لون بيج. تمام كده، هيبقى اللون متناسق، اللونين متناسقين وفي نفس الوقت في انسجام في اللونين جميل جدا. ده كده الأومبري. طب البلياج هو عبارة عن ايه بقى؟ طيب هو عبارة عن مزج حاجتين، اتنين تكنيك مع بعض. هو مزج بين الهايلايت ومزج بين الأومبري. يعني فرضا البلياج بيكون أرضية الشعر أغمق شوية من الأطراف اللي هي بنعملها بلياج. تمام كده، ما بيكونش غامق قوي زي الأومبري. الأومبري دايما بتكون من فوق للمنتصف غامق قوي او غامق، ومن تحت بيكون فاتح. اما البلياج بقى، البلياج بيكون عبارة عن ايه؟ مثلا اللون اللي هنا ده بيكون مثلا وليكن مثلا اشقر رمادي. تمام كده، فمثلا بنعمل الاطراف تمام اشقر بلاتيني. تمام، فيعني انا بديكم مثال اللي هو بيكون في تقارب من أرضية الشعر، من لون أرضية الشعر مع لون الأطراف. زائد بقى بنعمل خصلات هايلايت كده زي السان كيسز. تمام، على الشعر. يعني زي ما قلت لكم بيكون مزيج ما بين الهايلايت والأومبري. الأومبري طبعا من يعني البلياج بيكون أطرافه من تحت هنا بتكون شايني وافتح من لون الارضيه، زائد ان بيكون في زي كام خصله كده اللي هي كانها زي ما قلت لكم سان كيسز، تدي انسجام اكتر للون، فاللون بيكون كله منسجم ومتناسق مع بعضه. تمام، ما بتبقوش عارفين تحددوا هل ده شعر طبيعي ولا شعر مسبوق. ده البلياج. هنيجي بقى للهايلايت. الهايلايت ده يعني ايه هايلايت؟ هايلايت يعني هاي، حاجه عاليه، حاجه فاتحه. تمام، فبالتالي بنعمل الهايلايت ده بيكون منه نوعين، يا عريض يا رفيع حسب طبعا طلب الكلاينت. تمام كده، طبعا بنعمله يا رفيع يا عريض، ده اولا. وبيكون لونه فاتح، يعني بيكون من اول الذهبي لحد البلاتيني، لحد اللي هو الاكسترا بلاتيني اللي هو مثلا اشقر نصع البياض. تمام كده، ده الهايلايت. بيتعمل على طبعا الالوان اللي بتكون يعني مثلا من اللي هي مثلا على بنيات بنعمل هايلايت ذهبي. تمام كده، على مثلا اشقرات بقى فاتحه بنعمل البلاتيني والبلاتيني المبيض. تمام، اما اللو لايت جاي من كلمه لو، لو يعني ضعيف او خافت. تمام كده، بيكون الاضاءه بتاعت الخصلات بتكون ضعيفه. تمام، ما بتكونش فاتحه وعاليه زي الهايلايت. فبالتالي مثلا لون شعر مثلا بني غامق، تمام، عايزين نعمل عليه خصلات، بنعمل عليه حاجه اسمها لو لايت. اللو لايت ده بيكون يعني مثلا على شعر بني ممكن يكون عسلي غامق، اللي هو يا دوب ضي بسيط كده بيدي اضاءه للون، لكن مش بيكون فاتح زي الهايلايت. بس كده، هو ده الفرق بين الامبري والبلياج والهايلايت واللو لايت، وده نتيجة اللون بتاعنا النهاردة. يعني أنا بجد عجبني جدا جدا جدا، يا رب يكون عجبكم أنتوا كمان. لو عجبكم بقى كل حاجة في الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك كتير، شير أكتر، سبسكرايب، فعلوا جرس الإشعارات عشان يوصل لكم كل جديد القناة، وأشوفكم في لون جديد وفيديو جديد. سيو، باي باي.